السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بتغطيه خاصه لمظاهرات موظفي وزاره التعليم العالي، باعتبار انه جميع الموظفين اليوم موجودين هنا متضامنين بوقفه احتجاجيه امام وزاره الماليه بالعاصمه بغداد، احتجاجا بعد ما تلقوا العديد من الوعود بشان تثبيتهم وتحويلهم على الملاك الدائم، رغم انه هم عقود بالوقت الحالي بالجامعات. السلام عليكم. السلام. شلونك صديقي؟ حياك الله. خلينا نعرف انه هاي الاعداد اللي موجوده هنا من جميع المحافظات جايين، شنو مطلبكم بالتحديد؟ حقيقه هو المطلب واضح، احنا تقريبا صار لنا اكثر من 5 اشهر مظاهراتنا مستمره. سابقا كانت العرقله من التعليم، الحمد لله والشكر اليوم التعليم وقفت ويا العقود، الجامعات ايضا وقفت ويا العقود. اليوم العرقله صارت من الماليه نفسها، صعدت جداول، نزلت جداول، ودي تدقيق، جيب تدقيق، وصلت بينا مرحله اذا تلقى خطا باسم واحد ترجع شغل جامعه كامله، شغل جامعه كامله يرجع. اذا بموظف واحد منكم قصدك؟ يرجع اذا خطا بسيط باسم او لقب او يرجع شغل كامل للجامعه. يعني تعمد مقصود هذا؟ تعمد مقصود طبعا. الحقيقه مشت 33 جامعه، بقت 7 هي الملاحق. اكو مستبعدين من بعض الجامعات مثل كربلاء، كركوك، كوفه، يعني ال 27، ال 9، ال 7، ال 8. حقيقه اليوم تكريت بها 1357 مستبعد موجودين هنا؟ موجودين هنا تكريت. الموصل بها فقط تكريت؟ اي فقط تكريت. الموصل بها 838 مستبعد. سامرة بها 741 مستبعد. ديالة بها 626 مستبعد. حتى بغداد جاي اشوف. مستنصرية بها 471 مستبعد. النهرين بها 257 مستبعد. فاليوم المشكلة مو فقط على جامعة معينة، اليوم كل الجامعات تأذت، يعني ماكو جامعة مشت على مستوى المحافظات. على مستوى المحافظات يعني احنا عندنا 43 تشكيل حكومي، اللي مشوا 33 ايضا بهم استبعادات. زين. حتى اللي مشى بي استبعاد. الاستبعاد هذه الاستبعاد الاسباب يعني اسباب واهيه، لو ما موجود بقرص الحركه مال ال 21، لو البيانات تاخرت مثلا مصادر لامر اداري بالوقت المعين، او لان يعني اعذار مو حجج واهيه، يعني مو ما تستوجب انه اقطع رزق احد لانه ما كان موجود بقرص الفروقات مال العام، او سقط اسمه سهوا. يعني عندنا سقط سهوا هوايه من شملوا، جامعه بغداد بها ملحق 206 شخص من شملوا، اسوه بجماعتهم ال 1194 جامعه بغداد بها 206 استبعدتهم 6 طيف. اليوم يعني البيانات كامله، كان اتفاق ذاك الجمعه ويا رؤساء الجامعات، قعدوا وياها شنو التردي؟ قالت لهم اريد رؤساء جامعاتكم؟ رؤساء جامعاتنا ويا ست طيف ويا وزيرة المالية. اوكي شنو اللي تردي؟ قالت لهم اريد هذا الجدول تشتغلوا لي عليه من جديد، شغلكم القديم اللي ودي وجيب كله خليه يروح. تمام. اريد هذا الجدول الجديد. قعدنا فصلنا الجدول، قالت لهم تكتبوا لي اضافة المبلغ. زين. انتوا ايش قد تردون؟ ايش قد موفرين؟ مثلا مليار تحتاجون 6، اكتبوا لي اياه بهذا الحقل. هاي الرواتب؟ للرواتب اللي بعد ما نثبت على الموازنة. استمر العمل بهذا الجدول ما يقارب 3 أيام. الأحد كنا مسلمين طبعا الجامعات، رئيس وزراء توجيه، طبعا هو هذا أصلا الاجتماع صار بتوجيه رئيس وزراء وتوجيه وزير التعليم، جو رؤساء الجامعات، وتم الاتفاق، استبشرنا خير. سحبنا مظاهراتنا، طبعا احنا كنا طالعين مظاهرات، سحبنا مظاهراتنا. نتفاجئ الثلاثاء انه ما مرفوعين التصويت. ليش؟ على الرغم من انه بياناتنا كانت هذه الثلاثاء اللي فاتت. وهذا الوعد من وزيرة المالية. الوعد من رئيس وزراء. ورئيس الوزراء. رئيس وزراء ووزيرة المالية. شنو السبب؟ ما حد يعرف. ما حد يعني ما حد نزل لنا لليوم، احنا صار لنا البارحة معتصمين، واليوم ما حد اجى قال لي انا اليوم معتصم اريد اعرف السبب ليش؟ على الرغم من انه كامل تدقيقها من دائرة الموازنة. يعني جامعاتنا ما بها اي خطا، البيانات ما بها اي خطا، سابقا كانوا يقولون اكو اخطاء. هسه انطونا جدول معين اشتغلنا على اساسه، هسه ماكو خطا، عذر ماكو. رؤساء الجامعات اللي التقت بهم وزيرة المالية، ما دخلتوهم بالموضوع؟
دخلناهم هسه هم هم بحيره هم بحيره هسه حاليا. يعني يقولون احنا اللي كان الاتفاق انه هذا الشغل اشتغلنا هذا الشغل، شنو اللي ما خلتها تصادق على الكتب؟ ليش؟ فاليوم العرقله واضحه يعني من قبل وزيره الماليه، ويعني تكمل من دائره الموازنه، يتم تدقيقها من دائره الموازنه. انت تدري الوزير ما يقلب ورقه ويدقق اسم باعتبار عنده اشخاص جوا، عنده اشخاص جوا يدققون يوقعون خلاص باعتبار هو توقيعه تحصيل حاصل. اليوم تتوقع البيانات وتتدقق تصعد الوزيرة المالية توقف. هسه إذن القضية متوقفة من يمس الطيف. يمس الطيف حصراً فقط. حصراً بيمس الطيف. لا رئيس وزراء. رئيس وزراء كل أسبوع طبعاً صار تقريباً 3 أسابيع. انهي ملف عقود التعليم، انهي ملف عقود التعليم، تقول له أكو أخطاء، أكو تدقيق. ممكن أكو أخطاء، أنتوا ليش ما تتقبلون هذا؟ لا مو إحنا المشكلة، هو جاي ينطيني جدول، أنا جاي أشتغل وفق هذا الجدول. إذا أكو خطأ فهو من جدوله هو، أنا جاي أشتغل يقول لي ضيف لي مبلغ هالقد، وفر لي هالقد، إيش قد عندك نقص؟ اكتب لي إياه هنا، اكتب لي الأسماء الرباعية، اكتب لي اللقب، اكتب لي الأمر الإداري، اكتب لي المباشرة، جاي أكتب لها إياها كلها، أرفع هذا الأسبوع ما طلع عندنا خطأ باعتبار كمل تدقيقنا ورفعت من دائرة الموازنة، راحت المكتب سطيف، نتفاجأ إنه ما رافعة المصادقة، رافعة مطالعة. المطالعة شو تخص؟ تخص إضافة المبلغ المراد إضافته على الموازنة فيما يخص عقود التعليم اللي راح يتثبتون على الملاك الدائم. المبلغ 48 مليار. هنا السؤال، وزارة التربية السنوي؟ السنوي وزارة التربية أو وزارة الكهرباء أو العقود اللي تثبتوا المحافظات، مجالس المحافظة، ليش ما رفعت بيهم مطالعة على مجلس الوزراء؟ على الرغم شوف اللي واقفين هنا هسه الاخوه محاجين الاخوه محاجين اللي محاجين واقفين هنا محاجين. اقل واحد عنده خدمه 6 سنين هسه تو هاي يعني هنا اللي موجودين هسه هنا المتعينين وانت اللي من ضمنهم، ايش قد صار لكم بالوظيفه؟ ايش كم سنه؟ اقل واحد عندنا 6 سنين 6 سنوات اقل واحد. يعني عندي وجبات وراكم ثبتت تحولت على الملاك؟ اي تحول مباشره. عندنا اشخاص 19 سنه نعم عندي لا عقد خدمة 19 سنة. عندي شخص بجامعة تكريت البارحة كان متواجد بالمظاهرات، بعد له 7 أشهر يطلع تقاعد. زين انتوا اليوم مو فقط اساتذة عندي من الدكتورة للخدمات موجودة، من الدكتورة للخدمات موجودين هنا. زين احنا يعني التلاميذ مال الدكتورة والاساتذة الماجستير التلاميذ مالتهم الاوائل تعينوا طلعت اسمائهم على التعليم العالي، هم بعدهم عقود يتقاضون يعني اجور زهيده. فلله المشتكى يعني احنا ان شاء الله صوتكم واصل. الله يسلمك. واحنا نتمنى ايضا بدورنا كقناه الايام انه وزاره الماليه من بممثلتها وزيره الماليه الاستاذه طيف، باعتبار انه اليوم ذولي شريحه مهمه جدا بالمجتمع العراقي اللي هم بالتالي عندهم عوائل وحملت الشهادات وبجامعات جميع محافظات بغداد اللي موجوده عفوا محافظات العراق، فراح نشوف الموجودين هنا. نتمنى انه الصوت واصل. دوره يا علي، دوره يا علي، دوره يا علي، دوره يا علي، شهاد من 2014 دوره يا علي، دوره يا علي، دوره يا علي، دوره يا علي، تعال حاج تعال اكو ظلم؟ نعم تعال هنا. شلون ماكو ظلم؟ اكو ظلم واكو فساد؟ شلون ماكو ظلم وشلون فساد؟ اذا هم كل ساعه يغيرون الكتاب، كل ساعه يطلعوننا بسالفه، ما ادري شو تريد من عندنا طيف. تعال انا من الناس 10 سنين، الاخ هذا هم 10 سنين 16 سنه 16 سنه؟ 16 سنه صار تعال هنا 2008 نعم من 2008 راح اجيكم واحد واحد 26/10/2008 ولا زلت عقد وزاري. زين ما قاعد نعرف شنو مصيرنا، منا يقولون السطيف سامي، منا يقولون الإدارية، الاستدعاء من سيادة الوزير. زين. من الاستدعاء يوم الجمعة قالوا كملت ومشت وهاي القوائم ومشونا. لا وكل ساعة يعني كل ساعة نعرف السبب يعني شنو هو؟ السبب شو تريد من عندنا طيف؟ يعني احنا مستهدفتنا مثلا يعني ليش؟ العراق كله ثبتوه، كله ثبتوه، ليش يسوون بينا مطالعة احنا؟ الملحقات ملحق هسه بس الملحق نعم. ليش يعني ما ادري شو تريد من عندنا طيب؟ هوش شنو ببالكم؟ شو تفسروها؟ ظلم
ظلم يعني ظلم انساني 16 سنه خطا مثلا اداري لا هم التعليمات من عندهم استاذ التعليمات من عندهم يعني هسه التعليمات احنا مسوينها نقول احنا يا بس التعليمات من عندهم هم جاي يعطون التعليمات وجاي نشتغل احنا على التعليمات اللي تقولها طيف يكمل الجداول يجيبون هين قالت لا هذا غيروا هذا وهذا حطوا الهج وصعدوا لنا هذا ما ندري شنو الفيلم ما ندري يعني نريد نعرف صارنا من شهر الثامن لحد الان الظاهر 6 أشهر الله اكبر لا ظلت عندنا فلوس لا ظلت عندنا حيل لا ظل عندنا طرقاعه من وراهم شنو المصير شنو وهذا حكم مصيرنا مجهول لا احنا عقد لا احنا اجر لا احنا موظفين ما نعرف احنا شنو وهاي الخدمه اللي جاي نسويها واللي جاي نقدمها زيارات جاي تستلمون لا ما تستلمون ايش نستلم يا اخي ايش نستلم شيء بسيط تستلمون اي نعم نعم اقول خوش بس مو مال يعني احنا نريد نعرف مصيرنا حالنا حال اقراننا جامعات ثبتوها وجامعات ظلت هسه لو يعني هي المشكله هاي التدوخ شنو جامعات ثبتت وصدت اوامر وجامعات ظلت هذول شنو عن ذوله شنو مصير هذول عن ذوله مو نفس الشيء نفس الاقران تفضل يعني احنا 16 سنه ورانا اللي ما فرق باي شيء لا باوامر اداريه ولا لا باوامر اداريه ولا بسنه يعني نفس الشيء نفس الشيء اقراننا بالضبط ليش عديت دول صدر بهم وانتم هذا السؤال نسال فيه طيب لا 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 نسال فيه طيب شنو اللي معنا منه هسه احنا نوجه له السؤال ما نعرف هو انا اريد نعرف هو شنو ليش نعرف ليش شنو ذنبنا احنا هاي شغل الحياة انتوا طالعين تردون تعرفون ليش تردون تثبتون والله يا ريت يا ريت تعرف شنو السبب يعني التثبيت حقنا هذا نعم مو مطلب هذا حقنا نعم. هذا ما جاي نجدد من احد احنا ما جاي نجدد لا بس 6 سنوات و 7 سنوات ما نجدد من الماليه بالخدمه 7 سنوات بالخدمه نعم يعني ما جاي نطلب منها طلب هو هذا حقنا وحقنا مشروع والدستور هو اصلا هو اللي قرر انه القانون اوكي تمام الوضع لكن يفترض انه في هاي الفتره هو المفروض الموضوع يعني باقرب وقت ويفترض كان الثلاثه مو الاولى نعم والله مشوا قبل السنة عقد 603 صار لنا 15 سنه و14 سنه اصلا من ال 21 ثبتوها كلها ما بقى احد انتظر جاي ما بقى احد 603 كلها اتجه وين على 315 قاموا يثبتون هسه احنا لسه لحد الان 603 صار لنا 14 سنه 15 سنه ثبتوا بس سنتين سنه ونص ثبتوا واحنا بعد لحد الموكش اذا انا ابو 16 سنه وابو 9 سنوات ياخذ راحته انا ما بقى ياخذ راحته بس انا ما اعرف شنو مصيري يعني استاذ العزيز ثاني شنو مصيري 16 سنه ايش وقت بعد انا اتثبت هسه عمره 32 سنه ايش وقت اتثبت انا 16 سنه قضيت عمره 12 سنه انا عاقد لحد الان شنو السالفه غير بعد ما تثبت هاي تنحسب لك خدمه ولا ما هسه احنا خدمه ما نريد الاريد نثبت نريد نفتهم مصيرنا عندنا عيالنا ويتامى عندنا واكو احنا والله نقول طالعين هسه اليوم عندنا والله اكو ناس ما عندهم يطلعون ما عندهم يقول لك ما عندنا يعني الحل وين ارشد وين ارشد تفضل استاذ ارشد ممثل جامعه تكري شلونك استاذ ارشد السلام عليكم شلون اخبارك تعال هنا شوي عشان شلون وضعك انت ممثل عن جامعه تكريت عن عقود 603 طبعا احكي لك بالتفصيل يعني جامعه تكريت انظلمت ظلم كبير بس جامعه تكريت واكيد ال 5000 موجوده هنا اليوم 5000 المستبعدين المستبعدين لكن الظلم الاكبر اللي وقع هو على جامعه تكريت 603 اللي خدمتهم لا تقل عن 10 سنوات الى 15 سنه راح تقول لي ليش لانه هم 603 اصلا هم عقود وزاريه زين فهذول يعني ماشيين بدون لا كتب ولا حاجه لانه يستلمون اموال من الماليه زين اليوم العرقله واضحه بعدم تثبيتهم هذه الفئه اللي تقريبا هم عدد 300 شخص اي 300 عائله والعدد الاجمالي لجامعه تكريت هو 1357 اليوم نسال هل من المعقول اكو في جامعه عراقيه عقد من 2006 من 2006 موجود عقد في جامعة تكريت لحد الآن حتى السجناء طلعوا هذه كارثة يعني حتى تعرف الحكومة العراقية شنو اللي دي يواجهوه عقد من 2006 ما يتم انصافه منو بول 2006 موجودين موجودين في جامعة تكريت هذا فإحنا اليوم نسأل يعني شنو تعال وقف لهنا اي نعم كمل شنو المانع انه هذه الشريحة هي احق بالتثبيت واحق بانصافهم في هذا الوطن هذا اقل ما يمكن انه قدمه لهذا العقد انه يتم انصافه عقد من 2006 صار له تقريبا ما يقارب 17 سنه هسه الاخ من ضمنهم نعم تعال بس تعال هناك
انت من 2006؟ اني 29/10/2007. 2007 طلعت. اي هم ماكو فرق. اي انا التاريخ مالتي 2006 زي. تاريخ مالتي زين 2006 2007 تاريخ العقد مالتي هذا زين. ومن 2007 داوم؟ 2007 داوم لحد الان. اي لحد هاي الساعه. ايش قد تستلم بالله؟ خلي اوكي خلينا نسولف. الراتب مالتي على الوزاره. الراتب مالتي كان ب 2006 كان 60,000 زين. الى حد 2010 الى حد 2011 صارت 300. وهسه لحد الان 300. اي لحد الان 300. فاحنا شنو المسمى الوظيفي مالتك؟ خدمات. احنا خدمات. اي زين. ومن 2007؟ من 2007 نعم. اي والله. فاحنا نناشد الدكتوره طيف ونناشد رئيس الوزراء ان يعني يفضون شغلتنا. يعني ليش يخلون فوق ال 400 عائله تحسب عليهم؟ نعم. خلوا يدعونهم بالرحمه والله يرحم والديهم. يعني هاي فوق الالاف مؤلفه عوائل، خلوا يدعونهم بالرحمه. خلي يفضون شغلتنا الله يرحم والديهم، احنا كلتنا عوائل. انت وين كنت من 2007 لهسه؟ انا هسه صفنت والله. وين كنت هاي السنوات؟ والله موجود بس حقوقنا ماكوله. حقوقنا ماكوله اخوي. حقوقنا ماكوله. هي الحقوق تؤخذ ولا تعطى يعني ما طلعت احنا قبل. احنا الناشد رئيس الوزراء والناشد دكتوره طيف تفض شغلتنا ولا اكثر ولا اقل. واحنا نريد يعني يسرعون بينا يفضون لنا كتابنا وخلينا نرجع لاهاليتنا. ويخلون عوائلنا تفرح بينا ان احنا من نقول لهم اليوم تعيننا يابا يا اولادنا ويا امهاتنا اليوم تعيننا. نعم. يفرحون بينا، ليش شلون نتحسب عليهم؟ وهذا ابسط حقوقنا هاي. فعلا فعلا ترى كارثه والله العظيم من 2007 ولحد الان. لا وبالتالي هي المخصصات رفضوها. انا هسه حسب ما فهمت من الممثل مالتكم انه جاي تعملون وفق الجدول المطلوب من قبل وزاره الماليه. شنو اللي جاي يصير؟ كل الجداول تم اكمالها. اخر تحديث انه طلبت الاجتماع مع رؤساء الجامعات اللي بيها خلل، اكملوا الجامعات بشكل كامل كل المطلوب من عندهم، لكن العرقله واضحه من وزاره الماليه. يوميه بقرار جديد، يوميه جدول جديد، يوميه مبالغ ماليه جديده، لكن هذه عرقله واضحه. اليوم احنا الناشد رئيس الوزراء بعد ما شكل لجنة واستدعوا رؤساء الجامعات، هل من الممكن أنه بعدها ما ينصفون هذه العقود اللي مثل ما تفضلت أنه 2006 و 2007 لحد الآن؟ هل من المعقول لحد الآن عقد في جامعة عراقية بهالطريقة؟ إحنا اليوم الناشد ورسالتنا إلى كل النواب وكل المسؤولين وكل المراجع، اليوم إحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، وهذه الشريحة تحتاج إلى أنصاف حقيقي، ليس فقط وعود. الوعود تطلق وشبعنا من الوعود، لكن اليوم إحنا نريد تنفيذ على أرض الواقع. يعني اليوم طيف سامي أمام 5,000 عقد، يعني لازم يتم أنصافهم في هذه الأيام. إيش قد الأعداد؟ 5,000؟ 5,000 تقريباً. تمام. هذا المتبقي من وزارة التعليم العالي، ولحد الآن العرقلة يومية باكر، يومية الجلسة القادمة، ولحد الآن إحنا ننتظر هذا. ولحد الآن ما نعم. طلع ممثل أو خرج ممثل قابلكم من وزارة المالية. أبد ولا كأنما هذه الناس دا تتظاهر ودا توقف. نعم. وعابرة محافظات الطالبة بحقها. يعني ما من المعقول أبو 2006 العقد يطالب بحقه. صح. المفروض أنتوا تنصفوه. وين دور مجلس النواب؟ وين دور الحكومة العراقية؟ وين دور الوزراء؟ هذه وعود لا يتم تطبيقها على أرض الواقع. احنا نريد اليوم تطبيق على أرض الواقع. كافي كذب، كافي وعود. اليوم اكو موازنات انفجارية بالعراق زين تكفي لتعيين كل الشباب بالعراق خصوصا السنة هاي. يعني اليوم يعصى عليهم 5,000 واحد باكر لجنة وباكر جلسة، وال5,000 ما شافوا حق لحد الآن. هذه رسالتنا الأخيرة. احنا نبقى معتصمين ونبقى في مكاننا إلى أن يتم انصاف 5,000 عقد في وزارة التعليم، وهم أحق بالتثبيت حالهم حال الوزارات البقية اللي لم يتم تدقيقها ولا يتم أي متابعة لها. لكن بس وزارة التعليم أكو متابعة وأكو تدقيق وأكو كتب. هذا شيء يعني عجيب غريب. هل هنالك حائط صد فقط على عقود وزارة التعليم العالي حتى نعرف حتى نقعد ببيوتنا؟ صح. هذه رسالتنا إلى طيب سامي. إن شاء الله واصل رسالتك. نعم مشاهدين الكرام، وبالتالي إحنا اليوم إذا أردنا نتحدث عن 5,000 عقد يعني مو بذاك الرقم الكبير جدا، خصوصا أنه إحنا العراق حاليا بالوضع الحالي، ومثل ما عرفنا أنه الحكومة بالوقت الحالي هي حكومة حاضنة للمواطن العراقي وحكومة لحل الأزمات اللي جاي يعيشها المواطن العراقي. بالتالي اليوم جاي نشوف أيضا هنا الموظفين من شباب من بناتنا اللي موجودات هنا. نشوف السلام عليكم.
من يا محافظة؟ احنا من بغداد الجامعة المستنصرية. احنا اليوم متجمعين هنا لان نريد ننقل مظلوميتنا، مظلومية عقود التعليم العالي 315 اللي احنا التمويل الذاتي اللي الجامعة اللي وزارة المالية ثبتت العقود الباقية، يعني ثبتت عقود من جامعات معينة وجامعات أخرى لم تثبت على اعتبارهم ملاحق اللي هم احنا الملاحق اللي صارت إشكالات علينا بالطلب بيانات. صار بالبيانات؟ بالبيانات. نعم. يومية تعديل، يومية إعمام، يومية تبليغ، اليوم تريد تخصيص مالي، يوم ما تريد تخصيص مالي، يوم تريد الأسماء ويا آخر عقد يوم يعني ماذا تعرف شنو تريد بالضبط. إحنا ما نشكك بعمل الوزارة، بس إحنا نريد نعرف شنو إحنا موقفنا. إحنا حاليا لا إحنا عقد ولا إحنا إحنا بالنسبة لي أنا بالنسبة إلي أنا خدمتي ست سنوات. لكن اللي غيري خدمتهم 11 سنة 12 سنة، هذول يعني صارهم كلش فترة طويلة، يعني ما من المعقول أن تعتبرهم عقود بعد 12. عقودنا عقود بعد 12، لكن إحنا خدمتنا أقل واحد عندنا. أنا مثلاً أنا أقل واحدة 6 سنوات. 12 هم العقود اللي تحولوا قبل صدور قرار 315، العفو بعد يعني تحولوا العقود بعد قرار 315، لكن احنا مباشراتنا قبلها ب6 سنوات، قبل هذا القرار ب6 سنوات هي جتي. احنا بعد 12 على اعتبار انه احنا شنو وقعنا العقد بعد هذا التاريخ، لكن هذا الشيء مو منصف. يعني احنا ما دريت شنو نريد نعرف هسه احنا وضعنا شنو. كان الظاهر صار لنا انه مصر بالتالي انتم قدمتوا اصحاب عوائل، احنا اكو بينا اصحاب عوائل يعني او اكو بنات يعني ما تقدر تشتغل بغير مكان، انه هذا المنفذ الوحيد لها انه تعيش. لا هذا صحيح، مو هذا حقها. يعني هي مثلا من صدر القرار بالتثبيت كل عقد خدمته سنتين قرار واضح، ما يحتاج انه مثلا ادقق لي اكثر واجيب مثلا بيانات وخدمتكم ايش قد. الجامعات كلها تصير نفير عام كل اسبوع، تنطي تبليغ للاداريه يصير عندهم نفير عام كل اسبوع، تكمل البيانات بنفس اليوم. بعض الجامعات ورا يوم من الها، يعني ماكو اي تقصير من الجامعات. اي لكن التقصير ما اعرف، يعني انا ما ادري من الوزاره من منو. فانا اناشد رئيس الوزراء انه بعد ما قال انه الجمعه الفاتت من جمعه وكل رؤساء الجامعات وقالوا لهم بانهاء ملف العقود هذا الاسبوع ثلاثاء الفات، نفاجئ انه معالي الوزيره ما دخلت ضمن الجلسه بحجه انه كان الثلاثاء يوم الثلاثاء الفات. نعم. اي بحجه انه ضيق الوقت والتدقيق ما كامل. زين هو التدقيق اكو تدقيق شهر كامل، يعني ما اعرف واصدوا. اي فيعني كلش يعني احنا نريد وضعنا هسه اذا مثلا ما تريد نخلي تطلع تقول انا ما اريدكم، بس يفترض انه يكون واحد منا ممثل من وزاره الماليه يطلع يكاشفكم بالحقيقه. شفنا احنا واقفين هسه، احنا البارحه نفس الحاله اجينا وما حد باوع لنا وما حد طلع لنا، وهاي نمشي مسيرات نريد بلكة اكو احد على قولتهم خير يطلع ويشوف وضعيتنا احنا شنو. اذا بالتالي اليوم الخير، احنا اليوم نريد الخير اللي ممكن يطلع من وزاره الماليه يشوف اللي موجودين هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. قد صار لك بالتعيين وكم سنه؟ كبدايه اجر يومي احنا من بدايه 2011، بعدين صرنا احنا عقود 1/1/2019. نعم. من طلبت الست طيف الجداول مالتنا ما قيدونا ان احنا من قبل 12 تاريخ، هذا قبل 12 قيدونا بعد 12. يعني صراحه صارت فتاوى قانونيه بها. ما نعرف اجتهادات ما يعني لغوا قانون ما نعرف ليش، يعني سنه عقد علي راحت سنه من العقد. تنحسبها لو ما تنحسب ما بعد التثبيت ما ندري. أنا هذا ما نعرف إذا هو ما حسبها قبل التثبيت شلون حسبها بعد التثبيت. لا ورا ما تثبتون إنه على الملاك المفروض هو قانوناً المفروض بالقانون المفروض بالضبط، لذلك جاي أسأل. أي نعم بالقانون المفروض. أي نعم بالقانون المفروض يحسبها. نعم. هو يحسبها هسه المفروض إلي سنة عقد وثبت يا زملائي قبل 12. نعم. هو ما حسبها هسه، راح يحسبها بعد التثبيت. وهو التثبيت وينه؟ وعادي إيه هو هي خلاص ثبت مو قلنا ما يخالف. وطبعا كتابنا وكتابكم صار كم شهر. نعم. ست طيف اخر شيء طلبت جدول مكون 29 حقل تقريبا اللي هو الملحق، وسوينا الملاحق وقالت تمت المصادقه عليها. نعم. تفاجئنا احنا يوم الثلاثاء راح انه ما تمت المصادقه وان هي رافعه مطالعه وتريد يعني دعم للموازنه من الموازنه. نعم. انه وبصراحه هسه احنا سمعنا انه مستبعدين اصلا. مستبعدين وارقامنا الوظيفيه. هذا الكلام لحظه هسه كل اللي موجودين هنا يردون يعرفون الاجابه. انت هاي الاجابه منين عرفتيها؟ احنا سمعناها البارحه من جنب المظاهرات. يعني طلع هيك خبر؟ طلعت هيك خبر. اي نعم.
يعني ممثل إيه؟ نعم. تسريبات لا لا تسريبات تسريب يعني مو مؤكدة لا ما مؤكدة ناس تقول ان انتم مستبعدين وناس تقول عجل سجاية واصلا مصيرنا مجهول فاحنا ناشد رئيس الوزراء مو المفروض هو يبت بهذا الموضوع مو هو المفروض مسؤول علينا احنا بعد وزارة المالية بشخصها موجودة ستطيف ستطيف احنا يوميا يمها نعم. وبصراحة كنت اسمعنا وكل شيء كتبنا كاملة نعم. وذاك الثلاثة وعدتنا هسه احنا لازم غير نلجأ للي مسؤول علينا احنا كنا احنا ستطيف ان شاء الله واسطة ومنتهي قضية ان شاء الله ان شاء الله يعني المصير مجهول احنا نحب نوصل توقفون هنا ما تعرفون لا متى يستمر اكيد اكيد ونحب نوصل مظلوميتنا والناشد دولة رئيس الوزراء انه احنا كنا اصحاب عوائل نعم. واحنا القانون اللي صار هو قرار 315 صار احنا الاجور اللي تحولنا به الاجور القدامى نعم. فاللي صار حاليا يعني اللي نشمله واللي ما مشمولين بالتعيين اساسا يعني وخريجين حديثين واحنا اللي خدمنا احنا اللي استبعدونا واحنا اللي ما شملنا واحنا اللي سوونا بعد 12 واحنا اصلا يعني من البدايه عندنا عقد قبل 12 تاريخ 20/5/2019 بس ما نعرف ليش ما حسبوا هذا العقد حسبونا على عقد ثاني جددوه بتاريخ 30/11/2019 ولذلك احنا تعرضنا لهذه المظلوميه فاحنا من خلال قناتكم الموقره نعم. ناشد رئيس الوزراء وناشد ستطيف سامي وكل من مسؤول انه ينظر لحالنا ينظر المظلوميتنا وكنا اصحاب عوائل واصحاب شهادات وعندنا خدمه طويله نعم. وخدمنا الدوله بما فيه الكفايه انه تنصفنا يعني ونرجع ان توصلون صوتنا شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام بالتالي احنا مثل ما شفنا انه 5000 شخص موجود هنا من موظفي اللي محسوبين على وزارة التعليم العالي هم أغلبهم يعني بين العقد وبين الأجر اليومي ما بيعرف مصيرهم لغاية الآن فقط يحتاج شخص ممثل عن وزارة المالية يطلع يكاشفهم بالحقيقة لكن لغاية الآن واللي صار لهم يومين أو ثلاثة وزارة المالية خرج يوضح لهم الموضوع خصوصا وأنه بعض الموظفين موجودين هنا خدمتهم توصل 19 سنة بعضهم من 2006-2007 وبعضهم 2019 تعين لكن لغاية الآن مجهول الأمر صدور تعيين وتعيين بعض الموظفين الموجودين وتحويلهم على الملاك الدائم كان من المفترض أنه يوم الثلاثاء الماضي يبت قرار ويصدر قرار واضح من قبل وزارة المالية لكن لغاية الآن وزارة المالية لم تصدر قرار ولم تعلن على الأسباب اللي أدت بعدم إصدار القرار فبالتالي احنا نتمنى أنه الصوت اللي موجودين هنا تكون واصل لوزارة المالية وأيضا للسيد دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيوعي السوداني باعتبار شريحة مهمة وقدموا ما قدموا بالسنوات الماضية ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل إلى اللقاء